يوتيوب. تختصر الولايات المتحدة الأمريكية بأمريكا، وهي عبارة عن جمهورية فيدرالية اتحادية مكونة من 50 ولاية، تحتل 48 ولاية متقاربة خطوط العرض الوسطى لقارة أمريكا الشمالية. تعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وعاصمتها الرسمية هي واشنطن، كما تعد من أكثر الدول تنوعاً نظراً لبيئتها التي تتراوح من القطب الشمالي إلى المناطق شبه الاستوائية، وهذا ما يميز كل ولاية فيها عن الأخرى، فلكل واحدة ظروف مناخية ونباتات وتربة مختلفة. تعد أعظم القوى الاقتصادية في العالم، وتؤثر على الاقتصاد العالمي كمصدر ووجهة لرأس المال الاستثماري. وما يميزها هو انخفاض كثافتها السكانية نسبياً مقارنة بعدد سكانها، فهي تحتضن في ربوعها أكبر التجمعات الحضارية عالمياً وأكثرها تنوعاً نظراً للهجرة العالمية الهائلة والمستدامة التي أسهمت في تكوين شعب متعدد الأعراق والأصول، مما أدى إلى تعدد الطوائف الدينية واختلاف الحياة الاجتماعية والعادات. أدى هذا الاختلاف إلى تنوع الثقافات وتشعبها واختلاف الاهتمامات الشعبية وصناعة مجتمع قوي ومتطور وناجح في مختلف مجالات الحياة. تاريخ العلم الأمريكي. يعد تصميم العلم الأمريكي الحالي هو الرقم 27، أي أنه تم تعديل تصميم العلم رسمياً 26 مرة منذ عام 1777، وذلك اعتماداً على الأحداث التاريخية التي عاصرها ومر بها علم أمريكا قبل اعتماده رسمياً عام 1960. نوضح لكم مشاهدينا تاريخ العلم الأمريكي بالتفصيل عبر الفترات الزمنية الآتية. العلم الأمريكي في الفترة من 1775 إلى 1777 لم يكن الكونغرس الأمريكي في ذلك الوقت يتبنى أعلاماً، لذلك ظهر في عام 1775 علماً مبكراً عرف بعلم أبناء الحرية، يتكون من 9 خطوط حمراء وبيضاء. لكن ظهرت العديد من النسخ المختلفة من الأعلام الأمريكية التي تنادي بالحرية أو الموت، مما أدى إلى ضرورة توحيدها بعد بدء الثورة الأمريكية عام 1776، حيث تم رفع علم وطني غير رسمي عرف باسم الألوان القارية أو الاتحاد الكبير أو علم الاتحاد بناء على طلب الجنرال جورج واشنطن. وكان العلم يحتوي على 13 خطاً أفقياً، وبالمقابل رفع علم الاتحاد البريطاني يونيون جاك كعلم للجيش القاري، حيث تم رفعه في الحصون والسفن البحرية. العلم الأمريكي من الفترة 1777 إلى 1795 تم إطلاق أول علم رسمي وطني، وتمت الموافقة عليه من الكونغرس القاري في 14 يونيو عام 1777، وكان يتكون من 13 نجمة و13 خطاً تتناوب بين الأحمر والأبيض. يرجع تصميمه إلى عضو الكونغرس فرانسيس هوبكنسون، وكان الهدف من إطلاق العلم هو توحيد الأعلام البحرية مع الدولة جميعها. العلم الأمريكي في الفترة 1695 إلى 1818 تم تغيير النجوم والخطوط في 1 مايو عام 1795، وذلك اعتماداً إلى إصدار الكونغرس قرار العلم الثاني، والذي يفوض بإضافة نجوم وخطوط جديدة إلى العلم نظراً لضم ولايات جديدة في الاتحاد الأمريكي. صنعت العلم ماري بيكرسجيل، وفي عام 1818 بعد انضمام 5 ولايات أخرى للاتحاد تم إصدار قانون العلم الثالث، والذي تضمن ضرورة تناسب أعداد النجوم مع عدد ولايات الاتحاد، وتم تحديد أعداد الخطوط ب13 خطاً قراراً ثابتاً. العلم الأمريكي في الفترة من 1818 إلى 1912 عند صدور قانون العلم الثالث من قبل الكونغرس
تم تصميم 25 نسخة متغيرة من العلم، ولكن جميعها تضمنت تغيير أعداد النجوم فقط لتتناسب مع عدد الولايات التي تم ضمها للاتحاد مع عدد خطوط ثابت وهو 13 لا يتغير على ذلك. لكن في 29 أكتوبر عام 1912 قام ويليام هاورد تافت بتوحيد مقاييس العلم لأول مرة من حيث الحجم ونسب العناصر المكونة للعلم والمتمثلة في النجوم والخطوط. العلم الأمريكي في الفترة من 1912 إلى 1960، وفي عام 1934 تم توحيد درجات الألوان واعتمادها، حيث اقترح تشارلز تومسون سكرتير الكونغرس القاري وصفاً للعلم تقرر بتحديد معاني الألوان التي يحملها العلم ودلالات الرموز له والتي تمثلت بالنجوم والخطوط. أما الألوان فهي كانت الأبيض والأحمر والأزرق، وتم استخدام علم مكون من 48 نجمة مدة 47 عاماً، وهي الفترة ما بين 1912 ولغاية 1959، والتي كانت تعد أطول فترة يتم فيها استخدام تصميم علم في ذلك الوقت. لكن في عام 1959 تم انضمام ولاية ألاسكا إلى الاتحاد، ورفعت أعداد النجوم لتصبح 49 نجمة وبنفس التصميم. أما في عام 1960 تم انضمام ولاية هاواي للاتحاد، وهي كانت آخر ولاية تم ضمها، وتم رفع عدد النجوم إلى 50 نجمة. ومنذ ذلك الوقت ولغاية اليوم لم يطرأ أي تغيير على العلم الأمريكي، وتم تحديد القانون أن تصميم العلم الجديد هو العلم الرسمي ويجب أن يرفع في كافة الولايات الأمريكية منذ عام 1960 ولغاية اليوم دون إجراء أي تعديل على النسب والألوان والتصميم بشكل عام. علم أمريكا ألوانه ومعانيه وسبب اختيار هذا الشكل له. تم اعتماد علم الولايات المتحدة في عام 1960، وكان أول استخدام لتصميم العلم الحالي في عام 1818، وتم إجراء آخر تغيير في تصميم علم أمريكا الحالي في عام 1960. ولكن من الذي اختار هذا التصميم؟ وكيف يبدو شكل العلم الحالي؟ سنجيب على هذا التساؤل مشاهدينا فيما يلي. يعد أصل العلم الأمريكي الأول غير معروف، ولكن يعتقد بعض المؤرخين أنه تم تصميمه من قبل عضو الكونغرس في نيوجيرسي فرانسيس هوبكنسون، وتمت خياطته من قبل خياطة فيلادلفيا بيتسي روس. أما من حدد نسب العلم ونص على ترتيب النجوم في 6 صفوف أفقية هو الرئيس تافت، والذي أعاد ترتيب النجوم بحيث يتضمن العلم 9 صفوف من النجوم المتقابلة أفقياً و11 صفاً من النجوم متداخلة عمودياً، فهو للرئيس إيزنهاور في 21 أغسطس عام 1959. ألوان العلم الأمريكي ومعانيها. يحتوي العلم الأمريكي على 13 خطاً أفقياً متساوياً من اللونين الأحمر والأبيض بالتناوب، مع 50 نجمة بيضاء ذات 5 رؤوس في حقل أزرق يوجد في الزاوية العلوية من العلم، مرتبة في 9 صفوف أفقية متقابلة. أما دلالات ألوان العلم والأشكال فهي كالتالي: اللون الأحمر يعبر عن البسالة والصلابة، واللون الأبيض يشير للطهارة والنقاوة والصفاء والبراءة، اللون الأزرق يعبر عن اليقظة والمثابرة والعدالة. النجوم تشير إلى عدد ولايات الاتحاد، الخطوط تشير إلى 13 مستعمرة التي أعلنت استقلالها عن بريطانيا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.